بعطيك دعاء قصير جدا، لكن إذا دعيت بعدها أي دعاء أي دعاء ربي بيستجيب لك. تبغى الله يرزقك بيرزقك، تبغى الله تسأل الله الجنة بيعطيك الجنة، تبغى الله يبعدك عن النار بيبعدك عن النار. اسمع بس قبلها أبغاك تنشر المقطع ذا، لأنه والله العظيم أجور، أبغى لك الخير، الأجر لي ولك مستمر حتى وأنت ميت. حسنات 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 حسنات، وأنت نايم حسنات، وأنت تفعل معاصي حسنات تزاحم سيئاتك. اسمع، الرجل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وهو يصلي دعا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. تخيل إيش قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، في معنى: لقد دعا الله باسمه الأعظم، إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. يا الله، قل هذا الدعاء بس وادع الله باللي تبغاه وأبشر بالخير. أهلا بكم متابعيني الحلوين، كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم، وبتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على روتين النهاردة. وعايز أقول لكم أن أنا مجهزة لكم اليومين الجايين شوية فيديوهات ما حصلتش. هننظف الشقة الأول ونبتدي كده. إيه في الفيديو ده؟ هعمل نيو لوك للليفينج روم، هغير شكلها خالص، هغير السجادة وهحط كوشنز جديدة، وهشيل الطبلهات دي وهحط طبلهات تانية، وهنشيل بقى حاجة رمضان ولا لسه بدري والله يا شهر الصيام. والله يا جماعة بصوا، أول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، كبداية لسه هنضف الشبابيك، لقيت نحلة بتجري ورايا وكانت عايزة تخش، رحت ايه قفلت السلك بسرعة وجريت ورحت انضف الشباك التاني علشان خاطر خفت لا النحلة تدخل جوه، وساعتها كنت انا هسيب البيت وامشي، ولا كان هيبقى فيه روتين ولا تصوير ولا تنظيف. بس الحمد لله. المهم ان انا رحت الشباك الناحية التانية، والله يا جماعة النحلة ما كدبتش خبر، لفت وجات لي من فوق. بصوا قفلت الشباك. لفت وجات لي من فوق عشان انا دور سادس دور اخير، فهي راحت جايه بقى طالعه من فوق العماره وجات لي من الناحيه التانية، فتتفضل مشكوره، كانت بتحاول ترازي فيا علشان ما صورش وما اعملش الروتين بتاعي، بس لا يمكن ابدا مستحيل لازم اكمل. هنا بقى يا جماعه بحب دايما دايما ابدا بتنظيف الشبابيك، لازم الشبابيك تبقى نظيفه كده، بحيث ان انت تلاقي دايما الهواء داخل لك كده ايه نظيف وسائع وريحته حلوه وما فيهوش تراب. المره اللي فاتت لو تفتكروا قبل رمضان في الروتينات بتاعه التنظيف غسلنا الشبابيك مع بعض، بس غسلناها بال المساحة اللي هي الغالية بقى، فقلت المرة دي ننظف بالمساحة الرخيصة علشان ندي ايه ندي كل مساحة حقها. كل مش عايزة تنظفي مساحة اصلا، ممكن تعملي بجلانس وورق جرايد بيلمع جدا برضو، بس اهم حاجة يكون الشباك متنظف بصابون كده وما فيهوش ايه ما فيهوش تراب. وطبعا بننظف المجرى، ليه؟ لان الايام اللي فاتت كان في مطر وكان في رمل وتراب وحركات وعواصف، فكل ده اتملى تراب. المهم فضلت راحة من الشباك ده للشباك ده ومن الشباك ده للشباك ده، والنحلة تجري ورايا فوق تلت ساعة. يلا الحمد لله نظفنا الشبابيك وقدرت اهرب منها. بصوا بقى كده النظافة، يا نهار ابيض يا جماعة، انا عايزة اقول لكم على اختراع منظف الارضيات بتاع فريدة بريحة الليمون فوق 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 الوصف. انا اللي خلاني شجعني على ان انا اعمل للشقة كلها، انا هعمل معاكو، انا صورت لكم خلاص الليفنج وقلت النوم وتزبطت التسريحة الحمام المطبخ، بصوا ما خلتش. اللي خلاني بقى بدأت القصة دي اصلا هو فريدة في المشتريات بتاعت رمضان، انا اشتريته ووريته لكم، بس ريحته يا جماعة مش طبيعية، خلاني عملت منه معطر ان انا ابخه كده وحطيت منه في الازازة بتاعت العطر في الحمام، ريحته مش طبيعية بجد، لازم تجربوه. انا هوريكم شكل الجيركن او الازازة دلوقتي. بصوا بقى هنا كده عملنا الشبابيك برا وجوة، المية دي انا حطة فيها فريدة برضو، حطة فيها فريدة وبالفوطة مايكرو فايبر كده ناعمة بنضف بيها، وبعدين بنعمل بالمساحة بيبقى الازاز مراية. بصوا شكله، انا زي ما انتوا شايفين والله رايحة جاية من الشباك ده للشباك ده وهي تجري ورايا، ف
المهم ان هي ما قدرتش تتمكن من الدخول. بس عايزه اقول لكم ان تقريبا كده اللي كان جاذب النحله ريحه الفريده، لان ريحته قويه جدا وبتدي ريحه في الارضيه بعد التنظيف مش طبيعيه. عارفين انتوا كان في ناس بتقعد تشتكي من بعد ما بتمسح الشقه بتحس بريحه زفاره في الارض او ريحه زفاره في الجو. اهم حاجه بس الشرشوبه او المقاش اللي هننضف بيها او الفوطه اللي هنمسح بيها الارض تكون نظيفه ومغسوله، لان دي سبب من الاسباب الريحه اللي بتبقى مش حلوه بعد المسح. تاني حاجه لازم تستخدمي منظف يكون ريحته قويه، وفريده ده ريحته خيال خيال يا جماعه. بصوا بقى هنشيل مفارش بقى رمضان، وهنشيل المفارش البلاستيك اللي انا حطاها فوق الترابيزه البيضاء علشان مش تتبهدل، وهرجع احطها تاني. هنشيل بقى مع بعض الترابيزه خالص ونحطها على جنب. السجاده كنستها بالمكنسه وابدا بقى الفها. وعايز اقول لكم على معلومه حلوه قوي، حطوا فلفل اسود حصى في السجاد، تشيليه بعد كده وهو نظيف، ما يعملش اي روايح وما يعملش اي حشرات. خدنا بقى الارض كده بالمكنسه ونضفنا الدنيا، وهنبدا نمسح مع بعضينا. أسوأ حاجة بس في القصة ديت ان انا بقعد ازق الركنة، وركنة تقيلة جدا، وانا ماليش في الحاجات اللي ليها علاقة بالقوة العضلات. ما هو ده فريدة يا جماعة، انا شم ريحته وانا بتفرج على الفيديو، بجد هتدعولي لما تجربوه. وسعره رخيص مش غالي. بصوا بيعمل بابلز ورغاوي فظيعة فظيعة فظيعة. عايزة اقول لكم كمان ان قولوا معايا، ريحه الفريده هي اللي جذبت النحله، لان الجو ما كانش حر فالنحله ما كانتش عايزه تدخل تسقع عندي. فكروني يا جماعه بعد العيد ان شاء الله نعمل مع بعض ايه روتين تنظيف فلاتر التكييف والتكييف، علشان خلاص الصيف داخل بظهره، يعني الوضع لا يحتمل. شوفوا لي بقى يا جماعه هذا المنظر المرعش. انا حاسه ان انا هشجعكم هتتفرجوا على الفيديو وانتوا بتمسحوا. وانتوا بتنظفوا الشقه هتتفرجوا على الفيديو. بصوا المنظر ده في قلبي مش ممكن. انا عايزه اقول لكم برضو ان انا كنت ناويه في نيتي، يعني ان انا كنت اجيب حد يساعدني في التنظيف، بس قلت لا يمكن والله ابدا على العيد الكبير. والعيد ده ان شاء الله ايه نعمل مع بعض، وربنا يديني ويديكوا الصحه. والله يا جماعه يعني دايما حماتي بتنصحني في حاجة كده، دايما تقولي عليها مقولة يعني ربنا يحميها، تقولي أهم حاجة صحتك، تولع اللي بينظف عملي هي، عشان حماتي عندها ما شاء الله وسواس نظافة، يعني بتحب النظافة جدا، ودايما طول عمرها لما كانت تنظف تبدأ من السقف للأرضيات. ف يعني لا بتنصحني دايما لما تلاقيني هعمل مثلا مشايات، هغسل مشايه سجاده صغنونه او كده، تقولي لا ابعتي كله مع بعضه، يعني السجاده الصغيره ديت مش هي اللي هتوفر في الفلوس، يعني ال50 جنيه اللي هتدفعيها في المشايه احسن ما تدفعيها في علاج ظهرك، ما توطيش وتغسلي وتعملي. فربنا يحميها يا رب ويديها الصحه والعافيه. فانا دايما بمشي بنصايحها، فانا ناويه امشي بقيه النصايح بتاعتها. انا مش هعمل اللي انا عملته ده تاني بصراحه، لان انا تعبت قوي وظهري وجعاني. بصوا انا حلوه انا في التنظيفات السطحيه، التنظيفات العميقه بقى اللي هي فيها زق كنب وشيل سجاجيد ورفع حاجات، والحاجات دي بتعود عليا بالشر. ركبي بتوجعني وظهري بيوجعني، فلا خلينا احنا كده في الحاجات الظريفه الخفيفه. انا عايز اقول لكم اصلا ان السجاده اللي هي بتاعه الليفنج اللي انا لسه هفرشها دي كانت سجاده اوضه ايه اللي انا بعمله ده. دي كانت سجاده اوضه نومي في الشقه القديمه، فكنت غاسله السجاد كله وشايلاه وبرماه ولفاه وحاطاه ايه السجاده منهم كنت حاطاها فوق الدولاب ما كانتش باينه، فطلعت لوحدي نزلتها زجزوجي العزيز ما كانش موجود طبعا الصبح، فنزلتها لوحدي، فمش قادرة اوصف لكم بقى كان شكلي عامل ازاي وانا ايه وانا بشيل السجادة من فوق الدولاب بقى وقعها في الارض. المشهد ده كان المفروض يتصور. المهم بدأنا بقى نرتب الكافي كورنر. بصوا
حمايتي جايبه لي ربنا يحميها المشاريب دي ومنتجات مصريه 100% مش مقاطعه، ينسون وقرفه وبابونج وسنجبيل والحاجات دي، علشان محطوطه كل واحده في الكفر بتاعها، فهي قالت لي حطيهم في الكافي كورنر عندك في المنظم، هي ايه هيبقوا لذاذ جدا. رغم ان انا اصلا مش من محبي مشاريب الاعشاب، معرفش بقى يعني، انا محبش الشاي الاخضر، محبش اليانسون، محبش البابونج، محبش غير الشاي النعناع او شاي المرمرية والقهوة، دول اكتر المشاريب السخنة اللي انا بشربها. السحلب احبه جدا، الكاكاو احبه، فمش عارفة بقى ايه، لما بشرب يانسون بكون عيانة، مش عارفه بقى انتوا يعني. الميزه الوحيده في مشاريب اليانسون اني ما بطقش عليها سكر، يعني احب اشربها زي ما هي كده، ما احطش سكر عليها خالص. ف هي وشاي بلبن، شاي بلبن ما احطش، ما اقدرش احط عليه سكر خالص، لا يمكن، اللبن المسكر ده بكرهه. ف دي الميزه الوحيده في مشاريب الاعشاب بالنسبه لي. بصوا بقى يا وعدي يا وعدي، عامله ماتشنج مع الستاير فظيع. اللي انتم ما تعرفوش بقى ان السجاده البينكي بتاعت اوضه النوم دي هي بتاعت، شايفين الستاير البينكي دي اصلا كانت بتاعت اوضه النوم برضو، والستاير اللي في اوضه النوم اللي هي الموف دي كانت بتاعت الليفنج في الشقه القديمه، فانا عكست، فقولوا لي ارائكم. تغيير. بصوا بقى الكوشنز دي ابيض في بينك، فتليق على الستاير وتليق على السجاد وتليق على الركنة علشان فيها برضو ايه جري كده خفيف. وطبعا بشيل بقى البراويز دول وبحط دول برضو على بينك، فشكلهم هيبقى في الاخر تحفة. وبحب بقى اعطر السجادة بعد ما فكها، حتى لو هي كانت متشالة مغسولة، علشان خاطر ايه دايما بيبقى فيه كده ايه ريحة للسجاد كده نفاذة، فلما تحطي بقى معطر على السجاد ده بيلزق جدا. حطينا بقى الكفر الحافظة دي اللي هي المشمع، جماعة بيحافظ قوي 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 على الحاجة، وعلشان تثبتيه ارفعي ولمعي من تحته وقومي حطاه على طول ايه قبل الجلانس ما ينشف 100%، بتلزق. هنا بقى شلنا المفارش والانوار اللي احنا كنا حاطينها. وبصوا انتوا سألتوني على ازاي سلوك التلفزيون مش باينه هي والريسيفر والحاجات دي، عشان انا عامله الفيش والكهرباء ورا التلفزيون على طول، وكل حاجه بقى برماها مقصره السلوك، فبيبقى الشكل كده في الاخر. والستاند ده كنت جايباه من عبد العزيز، وهتلاقوه منه في العتبه بيروح يمين وشمال، وفي منه بيطلع لفوق ولتحت، فبيخلي التلفزيون يلف في جميع الاتجاهات، فبصراحه حلو قوي، عملي جدا، انا بخاف منه بس هو حلو. بصوا الحرف البي اللي عليه صوري انا وجوزي، كانت اختي عامله لي هو وحاجات تانية هديه، فربنا يحميها يا رب ويخليها لي، بحبه قوي. وحطيت بقى الاباجوره دي على اعتبار انها ايه تعمل شكل كده جديد. بصوا اراء، انا عايزه اراء، عايزه اراء. طبعا السجاده دي ارفع من السجاده الموف اللي قبليها كانت 2 في 3، والركنه دي 2 في 3 مقاسها، فالسجاده دي اقل، بس دي كانت اغلى سجاده عندي في جهازي يعني، واحنا بنفرش الشقه دي كانت اغلى واحده. يعني سجاده اوضه النوم كانت اغلى من سجاده الريسبشن. فلا يمكن، مستحيل افرط فيها. هي طبعا محتاجه بقى الاوضه، محتاجه سجاده للاوضه نفسها بقى 3 في 3 تبقى فظيعه. بصوا كده لسه ما خلصناش، بس انا بقى ايه بهدي اعصابكم بالريحه بتاعت، وصل لكم ريحه المعطر، ريحه النظافه وصلت عندكم؟ انا حاسه انها وصلت. يا جماعه اتشجعوا وتحمسوا، لاني جايه لكم بفيديوهات فظيعة. انا بهدلت الدنيا يلا، وعملت لكم بقى فيديوهات سكين كير وياه عينيا بالبشره وحركات. بصوا بقى دي حطيت فيها المناديل، لفيت المناديل مجوز كده نصين، طلعتها من الكيس بتاعها ولفتها كده وحطيتها في الايه في البتاع الازاز دي، وشكلها تحفه بدل كيس المناديل نفسه، يعني ايه اختراع كده تغيير. وهحط كمان معاها البونبونيره دي، حطيت فيها كده ايه توفي كده وكاندي كراميل وكوفي، يا
يا سلام. لا لا يا جماعة، برافو عليا، تسلم ايدي. مش هستنى حد يمدحني، انا همدح نفسي. وطبعا طبعا اللي انا عملته ده عملته وانا صايمة، عشان كده بصوا كمان كنت حتى مبخرة هناك بعد ما خلصت، قعدت ابخر. كنت بعمل القصص دي وانا صايمة، فتلاقوني ايه يعني تعبانة وزعلانة. شكرا، بقول لكم مش هعمل كده في نفسي تاني. خلصنا المغرب، أذن، فطرنا، وكان في شوية هوا بقى، نسمة كده فظيعة، يعني ربنا يا رب يبلغنا ويبلغكم ليلة القدر، و يعني كل اللي بتتمنوا، كل حاجة نفسكوا فيها. بس كده يا جماعة، ده فيديو النهاردة، واستنوا برضو فيديو بكرة وبعده، وكان الله بالسر عليم، يعني الحمد لله. اشوفكم فيديو جديد، وما تنسوش اللايك، وباي باي.